تحط الرحالة بأرض الكتاميين ولاية جيجل. جيجل باختصار هي تفرد عجيب بين السواحل الخلابة والجبال الوارفة الخضرة. في هذا العدد من أرض السياحة سنقف على إمكانات المنطقة ومؤهلاتها. واحدة من أجمل مدن الجزائر ووجهة مفضلة بمقومات سياحية عالية، ولاية جيجل ومع انطلاق موسم الاصطياف شهدت إقبالا كبيرا للعائلات من مختلف ولاية الوطن. الصيف هنا يا مليح، البحر، الأمان، الراحة، كلش هنا يا مليح. حنا جينا نحوسوا، لقينا الراحة اللي يكون أي واحد يجي لهنا يلقى راحته هنايا في البحر هنايا. نعومة ونروحوا نخرجوا نسرفوا ونديروا، ما إن شاء الله تعدي هذا الصيف مليحة. الحمد لله، أجواء عائلية، الناس راهي فرحانة، بلاصة راهي نظيفة. نتمنى إن شاء الله من الناس اللي راهم يجيو لولاية جيجل، نتمنى إن شاء الله تكون الأجواء عائلية ومليحة. ولضمان تنويع المنتوج السياحي تم إنجاز العديد من المخيمات العائلية والهياكل الفندقية لاستقبال زوار الولاية. هذا الفندق تم افتتاحه حديثا، يحتوي على 10 شقق فندقية بطاقة استيعاب 24 سرير، مجهز بكل الوسائل الحديثة والوسائل اللازمة لراحة المصطافين. لقيت راحتي أنا في جيجل، ولقيت يعني المرافقة تاع يعني الحمد لله بالنسبة في الولاية في البلدية يعني في كل إدارات. الفندق يتكون من 50 غرفة، فيها غرف 2 سرير، فيها غرفة سرير كبير، 3 غرف فيها دي سويت 2 سرير مع غرفة لوحدها. هذا المخيم فيه 22 غرفة، الغرفة تحتوي على 4 سرة وبهو ومطبخ وحمام ومسبح، الألعاب للأولاد، كافيتيريا، مطعم، وتلقينا كل التسهيلات من عند السيد الوالي. المشروع عبارة عن فندق يحتوي على 54 غرفة مجهزة بكل وسائل الراحة. وجدنا أثناء الإنجاز مرافقة وتسهيلات من طرف السلطات المحلية على مستوى ولاية جيجل، وهذا اللي خلى المشروع ينجز في ظروف ملائمة وبوتيرة جيدة. تشجيع السياحة المحلية من خلال مرافقة المستثمرين لتجسيد مشاريعهم سيسهم دون شك في الرفع من مستوى الخدمات الفندقية جودة ونوعية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في هذا البلاتو الخاص ببرنامج أرض السياحة، كما شاهدنا في الريبورتاج الذي أعده الزميل عبد الرحيم شمعوني. جيجل هي ولاية سياحية بامتياز نظرا للإمكانيات الطبيعية والإمكانيات العديدة الثقافية والتاريخية التي تمتلكها هذه الولاية. وللتفصيل أكثر في الموضوع نستضيف السيد رياض سويلح، مسير فندق بابا عروج أو فندق البصرة سابقا. أهلا بك سيدي. نستضيف السيدة ليليا بدوحان، مديرة الحظيرة الوطنية لتازا. النقاش متعدد الأوجه حول هذه الولاية التي شهدت في العام الماضي أكبر استقطاب لعدد المصطافين والسواح في البلاد، حيث حصلت على المرتبة الأولى. سيد رياض سويلح، ما هو تصوركم للإمكانيات التي ينبغي أن تحوزها جيجل في هذا السياق يعني للحصول على المكانة اللائقة بها؟ بالنسبة للسؤال المطروح، حسب تصوري في المجال السياحي، أنه باش تنجح مدينة جيجل وخاصة هي سياحية بالدرجة الأولى، يجب أن تكون هناك تضافر مجهودات ما بين القطاعات المعنية بالأمر، اللي هي حوالي 7 وزارات: وزارة السياحة، وزارة الداخلية، فيه وزارة الصحة، فيه وزارة النقل، وزارة العمل، وزارة التجارة. هذا التضافر نتاع المجهودات ما بين الوزارات يعطي نبض أو نفس جديد من أجل التنمية السياحية بمدينة جيجل. يعني أنه ما يلزمش نعطيو المسؤولية على عاتق وزارة السياحة اللي هي الدور ديالها إلا مرافقة المستثمر في السياحة.
لكن تضافر المجهودات والمسؤوليات نتاع الوزارات المذكورة عندما تكون هناك انسجام وتكيف مع الأوضاع القانونية ونطرحوا قضية في الواقع ونعطيوها المفهوم الحضاري، راح ندرجوها في سياق اللي هو البلاغة الإلكترونية، اللي هي أن التكنولوجيا حاليا تلعب دور كبير باش تطور وتنمي السياحة بمدينة جيجل. وكذلك شفت باللي فيه تداخل في الصلاحيات بالنسبة للإدارات المذكورة، المديريات المذكورة، باش تنجح وتصوري خاص باش تنجح السياحة في جيجل أو تعطي تنمية أو صناعة سياحية بالجزائر وتخلق مناصب شغل، تخلق كذا كذا كذا، لا داعي يعني لذكر كل شيء. يجب أن تكون فيه المسؤولية تقع على عاتق كل الوزارات، سبع وزارات المذكورة، باش يكون هناك ديناميكية باش تعطي نفس جديد لتنمية. وزارة السياحة لوحدها لا تستطيع أن تعطي تنمية أو تبني تنمية، لأنها دراسة مستقبلية على الأقل تكون الدراسة مدروسة على 5 سنوات. سيدة ليليا بدوحان، مرحبا بك مجددا. سيدة ليليا بدوحان، مديرة الحاضرة الوطنية لتازة. تازة يعني معروفة، هي أحد الأماكن الجميلة جدا في ولاية جيجل، وجيجل نفسها كولاية هي جوهرة سياحية. هل يمكن أن تعرفينا بهذه الحاضرة باختصار؟ يعني الحاضرة الوطنية لتازة هي محمية طبيعية، مصنفة أيضا وطنيا كحاضرة وطنية، مصنفة عالميا كريزيرف دو بيوسفير دونك من منظمة اليونسكو في 2004، وأيضا لها عدة يعني لها عندها ان بوا سواء او نيفو لوكال ولا وطنيا وحتى دوليا. هي أيضا عندها الحضيرة الوطنية عندها واجهة غابية محمية، دونك لا سوبرفيسي المساحه تاع 3807 هكتار، وعندها واجهه بحريه مصنفه ايضا وهي الواجهه البحريه لتازا بمساحه 9603 هكتارات. اذا هذا التناسق بين البحر والغابه وهذا يعني التصنيف تاع الحمايه التامه اللي هي يعني من اهداف الحضيره هو الحمايه، دونك سي لا بروتيكسيون اي لا بريزيرفاسيون تاع جميع الحيوانات والنباتات اللي عندها اطار خاص يعني واطار يعني في التصنيف هذا، ووجود عده نباتات وحيوانات مصنفه يعني واصناف فريده من نوعها في هذه المحميه. ولكن من بين هذه الاهداف ليس كالحمايه، لا تنحصر في الحماية، ولكن عندنا أهداف سياحية وبالخصوص في التنمية المستدامة دونك ليكوتوريزم. الحضيرة تعمل على البيئية دونك المستدامة، تعمل على هذا الإطار، وخولت لها هذه يعني الخصوصية لما يعني في النطاق الجغرافي للحضيرة الوطنية عدة أماكن سياحية وهما يعني تجريهم الحضيرة الوطنية كمغارات العجيبة دونك الكهوف العجيبة، مغارة الباز، أماكن يعني عدة جميلة يعني موجودة من الجهة الغربية للحضيرة الوطنية لتازة، وهما مقصودين بزاف من الزوار والسواح المحليين الوطنيين وحتى الأجانب. يعني هناك عدة أماكن ندعوهم لاكتشافها ولزيارتها، ويعني وعمال وإطارات الحضيرة الوطنية هم يعني يعملون وصاهرين على حماية مثل هذه الأماكن. وأيضا عندنا دي جيد سبيسيالمون من أجل زيارة هذه الأماكن من طرف زوارنا الكرام. يعني لا يختلف اثنان عن هذا التناغم الطبيعي بين البحر والجبل والغابة في ولاية جيجل، والذي صنف الكورنيش الجيجلي من أجمل المناطق في العالم على ما أظن. صحيح، الكورنيش الجيجلي يعني من أجمل الكورنيشات يعني الموجودين في العالم، وهذه الخصوصية جات من تناغم هذا يعني لو بو بيزاج اللي مع الجبل والغابة ومطل على البحر يعني،
ويعني لاريير بلان تاع لو بلاطو تاع اليوم يعني هو خير دليل على هذا التناغم يعني اللي حبانا به ربي سبحانه في ولايتنا ولايه جيجل، وبالخصوص ولايه جيجل عندها ان سبيسيفيسيتي خصوصيه بوجود محميه طبيعيه. دونك هذه المحميه لها عده خصوصيات من بينها اصناف حيوانيه مهمه جدا ومحميه بقوه القانون الجزائري، كنذكر مثال القرد الماغو او القرد المغاربي، ايضا عده اصناف نباتيه واشجار محميه كشجرة الزان وشجرة البلوط الفليني، وبدون أن ننسى يعني غابة مهمة وهي موجودة في ولاية جيجل وبالخصوص في الحظيرة الوطنية وهي غابة قروش، دونك المعروفة محليا وطنيا وحتى عالميا بالأصناف الموجودة فيها يعني ولي بوتونسييل ايكولوجيك اللي موجود في هذه الحظيرة. نعود إلى السيد رياض صويلح. سيد رياض صويلح، باعتباركم مستثمر ومسير للمؤسسة الفندقية لبابا عروج، ما هو نصيب قطاع السياحة في ولاية جيجل فيما يخص هياكل الاستقبال، خاصة يعني تكاملا بين القطاعين العام والخاص؟ شوف، بالنسبة لحصة الحصة السياحية، نقولوا حصة سياحية، من ناحية الفندقة جيجل مازالت مخصوصة، مازال تعاني من لي كاباسيتي داكوي في الولاية، نظرا انه هي طاقه الاستيعاب السنة الماضية كانت ما تقارب 19 مليون سائح متردد. يعني يا هل ترى، اتخيل انه فيه مليون من 19 مليون يجوزوا عطلة تاع 3 ايام بمدينة جيجل. هل لا 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 القدرة الاستيعابية قادرة تغطي عدد السواح نتاع مليون سائح في جيجل؟ يعني هذا اكيد 100% غير، وبالتالي يجب ان تكون فيه إرادة سياسية من طرف السلطات انه تقوم بعمل جبار، خاصه في السنوات المقبله. انا ما نقولش العام هذا او العام، يعني هو مخطط يؤكد انه فيه اراده من جميع القطاعات التي هي يجب عليها ومرغوم عليها ان تنسجم من اجل تطوير الصناعه السياحيه في جيجل، اللي هي تعتبر تنميه، اللي هي تعتمد على دراسات مستقبليه بين كل القطاعات، ماشي تشمل غير مديريه السياحه. وبالتالي عندما يكون مخطط مبني على تسيير اللي هو التخطيط التوجيه والرقابه من على 5 سنوات، راح نعرفوا باللي فيه اون بلي فاليو، فيه كما نقولوا قيمه زائده مضافه، وبالتالي يصبح السائح غير يدخل لمدينه جيجل يشوف باللي فيه قيمه مضافه. لكن لو كان نمشيو بالسياسه نتاع الترقيع، كل عام نمشيو ما فيش مخططات، ما فيش تسطير، راح نتفاجئوا في المستقبل، وخاصه عدد الناس مع عدد السكان، عدد السواح يزداد باقتراع على المدن السياحيه، مش حتى جيجل، حتى في سكيكدا، في عنبه، في تيبازا، في جيجل. يكون قطاع خدماتي في نازل او في فندق مثلا دار العز، تعطي له قطاع خدماتي مليح، لكن عندما يكون الضغط تنخفض القيمه نتاع الخدماتيه، تنخفض يعني اكيد 100%، لانه فيه ضغط كبير بالفعل. سيده ليليا بدوحان، نعود الى الحظيرة الوطنية لتازة، هي أيضا إحدى جواهر السياحة في ولاية جيجل، هل هناك تصور أو برنامج أعددتموه يعني وضع القاطرة على السكة فيما يخص دور هذه الحظيرة في الاستقطاب السياحي؟ بالطبع سؤال وجيه سيدي. الحظيرة الوطنية لا تهمل يعني، وخصوصا في موسم الاصطياف، يعني التنظيم والتحضير لهذا الموسم يأخذ يعني حصة كبيرة من البرامج التحضيرية للحظيرة الوطنية، كي نقولوا برامج تحضيرية في الأماكن السياحية التي تحوزها الحظيرة الوطنية لتازة، وأيضا من الجانب التحسيسي دونك لو بروغرام دو فورماسيون تاع لا سونسيبيليزاسيون، يعني الجانب التحسيسي مع السواح يعني يأخذ حصة أيضا. إذا احنا أولا
التحضيرات تاعنا نقوم بتحضيرات الانفراستركتور يعني توريستيك الهياكل السياحيه تاعنا كالمغارات يعني لي سيت لي زير دو ديتونت مراكز الراحه غابات الراحه اللي موجوده في الحضيره يعني نقوم بالتهيئه تاع يعني تحضيرا لاستقبال الوفود اللي راح تجينا يعني محليا او وطنيا او حتى دوليا نقوم بهذه الاستعداد كالتهيئه في الاناره في هادو يعني اعاده الطاولات الخدمات هادو كامل اون لي بريبار حتى يكونوا يعني استعدادا لهذا الوفود اللي راح تجي ايضا نديروا ان بروغرام يعني تاع التحسيس والتوعيه والمعارض اللي راح نقوموا بها لهذو الزوار كي نقولوا التحسيس والتوعيه باش هذو الزوار ما ياثروناش على المحيط اذا احنا التهيئه يعني الدوله عندنا بروغرام كيما نقولوا تاع ان بيجي سبيسيال دونك من البرامج تاع الدوله اللي تعطيهولنا للحاضره الوطنيه ولكن عندنا دي بارتنير دونك شركاء يخدموا معنا وين نستدعيهم دي فوا يعاونونا في مثل هذه التهيئات وايضا ما ننساوش وسي دور الجمعيات المحليه والمجتمع المدني في التحسيس والتوعيه وايضا في دفوة حملات تطوعيه للتنظيف ونظافه المحيط هذا يعني دور مهم في وخصوصا في محيط مفتوح كحضيره الوطنيه وايضا محمي يلزمنا نقوموا بهذا الدور تاع اومونطون هي الخصوصيه للحضيره هي اومونطون دور الحمايه اومونطون مفتوحه يعني سياحيا وهذا التوازن يعني صعب جدا انك دير توازن تاع انك تحمي محيط من بما موجود فيه من ان ايكوسيستيم فراجيل دي فوا اي اومونطون انك تخليه السواح كامل يقصدوه هذه هي يعني الموازنه اللي لازمنا نقوموا بها و... معادله صعبه لكن يمكن معادله و... سيرمون الى جميع الحلول يعني تضافر جهود تضافر الجهود الجميع الحضيره كمسؤوله اولى على القطاع في هذاك المكان ولكن الجهود يعني الواحد ما يخدمش يد وحده ما تصفقش جميع الجهود لازمها تكون متضافره مع القطاعات محليا وايضا مع المجتمع المدني وحتى المواطن له دور كبير هذا السائح اللي زورنا راح ندخلوه في هذه المعمعه يعني يزوره ونخليوه في اريحيه انه يزور هذه الاماكن ومرحب به ولكن له دور نحسوه هو بعد لبلي زيارته لولايه جيجل تكون خفيفه علينا وليس ثقل ولكنه يساهم في هذه التناغم من خلال الحفاظ يعني ما يتركش التلوث في المكان اماكن هذه وي والنفايات تاعو يهزها معاه يعني العمل تاعنا راح يكون في هذا الاطار التحسيسي والتوعوي للحفاظ على نظافه الاماكن وايضا ما يوكلوش الحيوانات مثل هذه البرامج اذا كاين معارض راح نديروها حملات توعويه حملات تنظيفيه وايضا الاماكن تاعنا السياحيه مفتوحه كالكهوف العجيبه غار الباز وهي اماكن يعني سياحيه بامتياز يقصدوها معروفه يقصدوها الزوار وايضا ما ننساوش عندنا دي سونتي بيداس الممرات غبيه اللي السواح اللي يحبوا الجبال والغابه ان يا با جيجل ليست سياحه بحريه فقط ولكن هناك سياحه جبليه. الحديث دو سجون على كل حال سيده ليليا بيدوحان مديره الحضيره الوطنيه لتازا كنا سعداء باستضافتكم في هذا العدد خاصه في ولايه جيجل في هذا العدد من برنامج أرض السياحة. كلمة أخيرة سيد رياض سويلح. كلمة أخيرة إن شاء الله نتمنى أنه تكون بمدينة جيجل خاصة لما نتكلم على مدينة جيجل أعتبرها كمدينة سياحية بامتياز على عبر التراب الوطني. الأمنية ديالي أنه تكون فيه مخططات كبيرة وتوعية كبيرة من طرف جميع القطاعات المذكورة باش يخدموا مخططات على المدار المستقبلي ويعطيوا دراسة مستقبلية كبيرة باش كي نمشيو بخطة محكمة ما فيهاش الغلط حتى لو كان يكون الغلط هامش الغلط يكون حاجة ب 10% 20% ما فيش إشكال لكن تكون مخططات مستقبلية مش مخططات نتاع 3 شهور 4 شهور.
سيدة ليليا بدوحان. إذن أنا أقول الحظيرة الوطنية لتازة الجانب السياحي فيها دونك يرحب بضيوفه الكرام فيها، ونحن في هذا الموسم الاصطياف الأماكن السياحية مفتوحة، احنا نطلب شخصيا أطلب الحفاظ على مثل هذه الأماكن، ونرحب بجميع زوارنا في هذا الصيف إن شاء الله اللي نتمناه صيف آمن مريح وممتع لجميع وقاصدي ولاية جيجل المضيافة. شكرا لك سيد رياض سويلح مسير فندق بابا عروج وفندق البصرة سابقا. شكرا لك يا سيدة ليليا بدوحان مديرة الحظيرة الوطنية لتازة. كان الشرف لنا. الله يسلمك سيدتي. عموما الحديث مستفيض، وزميل عبد الرحيم شمعوني يحمل لنا المزيد في هذا الروبورتاج، سنعود بعد الفاصل. مع كل موسم اصطياف يعرف الطريق الوطني رقم 43 بولاية جيجل ازدحاما مروريا، ما تطلب فتح العديد من الطرق الجبلية كإنجاز هذا الطريق الاجتنابي على مسافة 4 كيلومترات. بارك الله في السروطات اللي خدمتنا الطريق هذه، تنحي أزمة كبيرة وطلع البحر وطريق ما شاء الله. هذا الطريق تنحي العزلة علينا، والسياح اللي كيجيو منا يعاودوا يجيو على الطريق هذه ما عبتوش من تحت، وتنحى شويه لكم بروما من تحت. الطريق اللي جتينا به هذا عجبني بزاف بزاف، ويفك العزله بزاف 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 بالنسبه للموسم الاصطياف، ورانا نستعملوه ما شاء الله ما شاء الله. هذا المشروع الذي يعد استجابة فعلية لانشغالات المواطنين سيسهم في تقليص مدة التنقل وتسهيل عملية سير المركبات. في إطار تأهيل الطرق البلدية تم إنجاز الطريق الاجتنابي مزغطا كيسير على مسافة 4 كيلومتر بغلاف مالي يقدر ب 11 مليار سنتيم. هذا المشروع الهام يعني يدخل في إطار فك الاختناق على الطريق الوطني رقم 43 خاصة منطقة ولاد بونار. هي مشاريع حيوية هامة من شأنها المساهمة في دفع الحركية السياحية والتنموية بهذه المناطق وضمان سيولة مرورية آمنة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في أرضية السياحة من ولاية جيجل تحديدا، وفي الجزء الثاني من هذا البلاتو نستضيف السيد طارق مغاوي حرفي معلم في مجال الحرية التقليدية. أهلا بك سيدي. كما نستضيف السيد داود بومحروق الوكيل السياحي وصاحب إحدى الوكالات السياحية المهمة في ولاية جيجل، أهلا بكما. نبدأ بقطاع الحرفي بما أنه من أبرز روافد قطاع السياحة في أي ولاية. سيد طارق مغاوي، حصلتم سابقا على جائزة أحسن حرفي على المستوى الوطني، وأنتم تمثلون أحسن تمثيل لولاية جيجل. البارحة كنا في حظيرة تسلية حديقة الحيوانات والتسلية في ولاية جيجل، ولاحظنا على غير المعتاد عدم وجود خيم الحرفيين في هذه الحظيرة، إلى ما يعود ذلك خاصة في المواسم السياحية؟ نعم، أنا من 2009 وأنا أشارك بالمعارض، معارض يعني وطنية محلية دولية، شاركت من 2009 وأنا أشارك في معرض الصناعة التقليدية. يعني دورتها جنوبا غربا شرقا دورتها ما شاء الله الحمد لله. طيب سيد طارق مغاوي، ألا يعود ذلك إلى سيطرة الجانب التجاري على البعد الحرفي لهذه المهن المهمة في قطاع السياحة؟ هي صراحة أصلا حنا نرجعوا للمعارض الصناعة التقليدية، هو المعرض هو النقطة، يعني هي المتنفس الوحيد للحرفي، يعني الحرفي تلقاه يخدم طيلة الفصول وفي الصيف يخرج يعرض المنتوج نتاعو في مواسم الاصطياف في الساحات العمومية والمساحات الخضراء، يعني هذا هو المتنفس الوحيد نتاعو. طيب ماذا عن الدخلاء في هذا القطاع المهم؟ الدخلاء يعني كاين دخلاء، يعني ما نكذبوش على الهضره، فيه دخلاء، واش هو الحرفي يبقى حرفي، الصناعه التقليديه تبقى صناعه تقليديه، يعني ما تحطها في اي بلاصه بين الصناعه اليدويه واضحه. سيد داود بومحروق الوكيل السياحي، دور وكالات السياحيه لا يختلف عليه اثنان في انعاش القطاع السياحي،
هل من برنامج أعددتموه في هذا السياق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في ولاية جيج، الولاية اللي هي سياحية بامتياز معروفة على مستوى 58 ولاية. بالنسبة للبرامج السياحية الحمد لله لحد الساعة رانا عرضنا برنامج مشروع كوتاما ديسكوفري على السيد الوالي والسلطات المعنية، وفي هذا المشروع ان شاء الله راح يكون تنويع للمنتوج السياحي في ولايه جيجل. كما نقولوا بالدرجه تاعنا خرجوا الناس من البحر، حاوزوا نخرجهم وين يكتشفوا مناطق واحده اخرى وديريشات كما نقولوا الولايه تاع جيجل، بخلاف الناس انها تجي للصيف تجي للبحر وتعاود تولي. نحن رانا نحوسوا ان ترجع سياحه مستدامه على طول العام باذن الله. نخرجهم للجبال، نخرجهم لسياحه السدود، نعرفهم سياحه السياحه الغابيه، خاصة هنا في ولاية جيجل عندنا 80% من المساحة تاعها هي مساحة جبلية غابية بامتياز. يعني جيجل هي ليست فقط بحر وجبال، وأيضا هي أيضا مواقع أثرية، مواقع أثرية وثقافية، القلعة، المنارة، إلى غيرها من إلى غير ذلك من المواقع الأثرية. كاين هي أيضا مدينة تاريخية، يعني كاين مدينة تاريخية، كاين حصن دكان. كيف ستستغلون هذا الجانب في إذكاء دور وكالات السياحه؟ حنا في الوقت الحالي رانا نحوسوا نطمنوا الامكانيات السياحيه اللي كاينه في ولايه جيجل بمختلف اشكالها، كالكسوة الثقافيه ولا الطبيعيه ولا حتى الثقافيه، الا نتحدث على التراث اللامادي، نتحدث على الاطباق، نتحدث على الماكولات، نتحدث على التاريخ اللي في ولايه جيجل. نحوسوا في حد الساعه نحوسوا ان نطمنوا واش راهو كاين، نحولوها من وجهه سياحيه موسميه الى وجهه سياحيه طول العام باذن الله. مستدامة يعني فوالا، اوتوماتيكمون راح يتطور معها مع السياحة المستدامة، راح يتطور عدة قطاعات. طيب سيد داود بن محروق، كيف تعاملتوا مع هذا الإقبال؟ يعني خاصة وأنه جيجل حصلت على المرتبة الأولى وطنيا العام الماضي فيما يخص عدد المصطافين، 19 مليون مصطاف وسائح. والله كان فيها ضغط كبير، ما وقعنا تحت ضغط كبير لأنه كاين المصطافين بزاف، والمؤسسات السياحيه في ولايه جيجل ما تكفيش، نتحدث على مؤسسات الايواء بالنسبه للفنادق والمراقد. دونك الاغلبيه من الوافدين يحوسوا على المنازل، كراء المنازل، وجيجل معروفه بكراء المنازل على مستوى 150 ولايه. رانا حاليا رانا ننسقوا مع اصحاب العقارات الكبرى باش نخدموا معاهم عقود خاصه بموسم الاصطياف من اجل كراء المنازل للوافدين، لانه رانا نحوسوا حاليا نحوسوا ننظموا القطاع. كاين بعض السماسرة اللي خارجين من القطاع اللي راهم يستثمروا وراهم يسمصروا بالعربيه في قطاع كراء المنازل، لكن حنا رانا نحاولوا ننظموا قدر الامكان، لانه الزبون لما يتعامل مع سمسار قادر في اي لحظه يغلق عليه، يعني ما يكونش محمي من اي ناحيه، ما يكونش محمي، قادر يوصل ليلة هذيك هو وعائلته ما يلقاش وين يبات. وصلت بزاف العام اللي فات هنا في جيجل. باركونتر حنا رانا ننسقوا مع اصحاب العقارات الكبرى باش نحوسوا نتعاملوا معاهم بطريقه احترافيه، حتى الزبون لما يجي نتعاملوا معاهم بعقود سياحه اللي تضمن له الحقوق تاعو الكامله، حتى ولو كان ممكن يكون فيها تعريف زايد تاع 500 ولا 1000 دينار، لكن عنده الحق في اي في حال حدوث اي حادث ولا عنده الحق يدافع على حقه مباشره، لانه العقد السياحه يحميه اللي احنا نقدموه اوتوماتيكمون للزبون. يعني من اجل تنظيم قطاع فوالا، من اجل تنظيم الايواء امن على الاقل بالنسبه بالفعل، لانه لازم يكون الايواء منظم، لو كان نخليوه هكذا كما نقولوا في حاله عشوائيه راح كل عام نبقى في نفس المشكل. كل عام راح نبقى في نفس المشكل. اعود الى السيد طارق مغاوي، باعتباركم حرفي، يعني احد الحرفيين المعروفين على مستوى الوطني. طارق مغاوي، انت تمثل ولايه جيجل بالطبع. نعم. ولكنك حصلت على جائزه وطنيه، ماذا تمثل بالنسبه لك هذه الجائزه، وهل تطمحون الى اكثر من ذلك في المستقبل؟ نعم، اطمح الى ان شاء الله الى التسويج بالجائزه الوطنيه في احسن منتوج باذن الله. يعني راني تقدر تقول راني نوجد باذن الله العام الجاي المقبل ان شاء الله. هذا على المستوى الشخصي، لكن على المستوى يعني العملي، المستوى العام باعتباركم عضو في اللجنة الوطنية للحرفيين أو الجمعية الوطنية للحرفيين، هل هناك برنامج خاص بولاية جيجل في هذا الموسم؟ والله برامج خاص يعني والله ما كنتش مطلع على كل حال، وشي إن شاء الله فيها خير إن شاء الله، ما دام فيها توسع سياحي إن شاء الله يكونوا فيها برامج بالنسبة للحرفيين بإذن الله. أنا هذا واش نطمحوا إن شاء الله.
ان شاء الله. بالنسبه للسيد داود بو محروق، باعتباركم وكيل سياحي واحد الوكالات السياحيه المهمه هنا في ولايه جيجل، هل هناك تعاملات يعني خارج فيما يخص السواح والزائرين من خارج البلاد؟ نعم كاين، كاين طلبات. هل لديكم طلبات وما هو المستوى الذي وصل اليه هذه الطلبات؟ كاين طلبات بالخصوص، نتحدث على مستوى الجزائر عموما، كاين طلبات بالنسبه لزياره السياحه الصحراويه، لانه السلطات قدمت تسهيلات فيما يخصص السياحه الصحراويه اللي كانت عباره عن تاشيره التسويه اللي يعلقها الوافد الاجنبي في المطار مباشره. بالنسبه لولايه جيجل كاين بعض الطلبات من بلدان، نتحدث بلدان اوروبيه، كان بعض الطلبات خاصه على ولايه جيجل، لكن حاليا مازال المشكل تاع التاشيره فقط باذن الله. لكن وعندنا نورمالمون راهم طرحوا مشكل تاع التاشيره السياحيه الزوار للجزائر على مستوى الوزاره، وفي انتظار تسهيلات اخرى باذن الله راح تكون في جوست يسهلونا باذن الله، راح يكون كاين وفود باذن الله اجنبي كبير على الجزائر عموما وعلى جيجل خاصه. وكيفاش تقارنوها بالسنوات الماضيه بالنسبه للوافدين الاجانب؟ هل هناك ارتفاع في عدد الطلبات؟ نعم، ارتفع عدد الطلبات بكثره، ارتفع بوتيره جد متسارعه، وهذا يرجع خاصه للتسويق، منهجيات التسويق اللي راهم يعتمدوها حاليا، خاصه مواقع التواصل الاجتماعي اللي تقدر توصل الرساله مباشره من 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 هنا، من مثلا من جيجل الى اقصى حدود العالم. طيب، ترويج هو نقطة مهمة في العمل السياحي وهو يخص الطرفين، يعني سواء سيطرة مغاوي كحرفية أو سواء السيد داود بن محروق يعني كوكيل سياحي، هل هناك تعاملات بيناتكم فيما يخص هذا الموضوع؟ يعني هل هناك برامج يعني تقدروا تتكلموا في زوج يعني؟ انا في الوقت الحالي كما قلت لك عندنا برنامج كوتاما ديسكوفري، وراني طرحت فيه مشروع لمعرض حرفي بعد ان شاء الله، بعد الحصه ان شاء الله. عندنا مشروع معرض حرفي باذن الله اللي راح نحوسوا نجذبوا ليه الحرفيين من كامل الولايه، يحوسوا يعرضوا في الفتره باذن الله، فتره اوت اللي هي فتره الذروه في فصل الصيف، في فتره اوت ان شاء الله عندنا معرض حرفي اللي نحوسوا نعرضوا فيه المنتوج الحرفي التقليدي لولايه جيجل على الزوار اللي راح يكونوا هنا في المنطقه من 58 ولايه، وحتى كاين زوار اجانب باذن الله، راه المشروع قيد الدراسه. طيب سيطرة مغاوي، ما هي البرامج التي تعتمدونها في ترويج للمنتوجات الحرفيه؟ البرامج هي كما قلت لك، هي مواسم الاصطياف والمشاركه في المعارض والاكثار من الصناعه التقليديه، و شو راح نقول لك، وربي يوفق الجميع. مكافحة الدخلاء على القطاع، ليس انا من يكافح الدخلاء على القطاع، بل الاداره هي نورمالمون اللي تكافح الدخلاء على الاطار. حنا ما علينا غير نبلغوا باللي كاين، قال هذا السيد راه يجيب منتوج غير تقليدي، والاداره دبر راسها. والحمد لله العام اللي فات جاوا ليهم ونحاولهم، كاين مام ناس جاوا جابوا المنتوج غير محلي، جاوا ليهم الاداره نحات لهم المنتوج نتاعهم، وخلينا خذونا غير حنا الحرفيين صناعه تقليديه. طيب سيد طارق مغاوي الحرفي المعلم في مجال الحلي التقليدية، والسيد داود بو محروق الوكيل السياحي، شكرا لكم على هذه التوضيحات. العفو، بارك الله فيك أستاذ. مشاهدينا الكرام، مستمرون في هذه البلاتو في أرض السياحة ولاية جيجل، الولاية المعروفة بكونها ولاية سياحية بامتياز. وللمزيد من التعرف على هذه الولاية نترككم مع هذه الصور. من سكيكدا إلى جيجل، الوجهة حديقة الحيوانات لاكتشاف ما تزخر به الحديقة من حيوانات متنوعة ربما سيكتشفها بعض الأطفال لأول مرة. جيت من بلدية أولاد زاقور أولاد عطية من ولاية سكيكدا، وجينا لزيارة حديقة الحيوانات وقد أعجبت بها كثيرا. عجبتني الحديقة ومليحة، جئت إلى هنا لكي أستمتع بوقتي. حيث كان التلاميذ جد مسرورين بهذه الرحلة وانبهروا بجمالها. حديقة الحيوانات بجيجل التي تتربع على مساحة فاقت 25 هكتارا تعد مقصدا للعديد من الزائرين والسياح، كمتنزه
لقضاء وقت للراحة والاستمتاع. أنا جيت من مدينة العلمة ولاية سطيف، ويعني حديقة ما شاء الله، مناظر طبيعية، حيوانات نادرة، والله غير عجبتنا بزاف. والله رجيج المدينة سياحية يعني بامتياز، الجو تاعها والمناخ تاعها يعني ملائم، خاصة في فصل الربيع وفصل الصيف، وين يقصدوها الناس بزاف. عندك فيها السياحة الجبلية، عندك السياحة كما نقولوا البحرية، عندك الغابات، الجبال. كما تعود حديقة الحيوانات حاليا من 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 أحسن الحدائق على المستوى الوطني لاحتوائها وتنوع الثروة الحيوانية فيها. تحتوي على العديد من أصناف الحيوانات، منها حيوانات مفترسة وحيوانات أليفة والطيور، بحوالي 40 صنف من الحيوانات. تنوع الهياكل السياحية بجيجل إلى جانب تعدد شواطئها جعلها مقصدا سياحيا من كل الولايات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في أرض السياحة، وفي هذا الجزء من بلاتو البرنامج نستقبل السيد زبير بوكعباش مدير السياحة والصناعات التقليدية. أهلا بك سيدي. كما نستضيف السيد عبد العزيز بوحبيلة مدير الثقافة والفنون. أهلا بك سيدي. طبعا الفصل بين الثقافة والسياحة صعب سيد زبير وسيد عبد العزيز بوحبيلة، هل هناك من خطة مشتركة بين القطاعين في هذا المجال خاصة في ولاية جيجل؟ أكيد شراكة بين قطاع السياحة والثقافة يعني موجودة في البداية، يعني في الإطار التنظيمي الذي ينظم هذين القطاعين. إذا ما نظرنا إلى موسم السياحة في ولاية جيجل، فقطاع الثقافة مساهم بشكل كبير في تنشيط موسم الاصطياف وفي إعطاء الإضافة اللازمة. طبعا الآن ونحن على مقربة ونحن خلال موسم الاصطياف الحالي نشهد مداخل المدن كلها وقد تزينت بلوحات من فنانين معروفين، كلها مداخل المدينة ووسط المدينة تزينت بأداء هؤلاء الفنانين. أيضا النشاط الثقافي والترفيه له باع كبير من خلال برنامج ترفيهي متكامل بين القطاعين، كما أنه المسارات السياحية التي وهي عددها 8 مسارات سياحية لولاية جيجل مساهم فيها قطاع الثقافة خلال الشواهد المادية واللامادية بشكل كبير. إذن قطاع الثقافة سيعطي الإضافة المرجوة لموسم السياحة لهذه السنة بالإضافة إلى النسيج الغابي أو قطاع الغابات. سيد عبد العزيز بحبيلة مرحبا. وكما قال زميلي مدير السياحة، الثقافة والسياحة صنوان يمشيان مع بعضهم البعض، وقطاع الثقافة والفنون لولاية جيجل، هذه الولاية الزاخرة بمجموعة من الكنوز الثقافية والفنية والتي تعتبر من الولايات الرائدة في كثير من الإبداعات، ولا أدل على ذلك الأسماء الكبيرة التي أنجبتها هذه المنطقة في جميع الفنون من كتاب وفنانين وفنانات كالفنانة صونيا، كتاب عبد العزيز بوباكير، كالفنان عبد النور شلوش، وهذا عبارة عن أمثلة فقط، وهناك الكثير والكثير من هذا في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك فإن قطاع الثقافة والفنون يعتبر جزءا لا يتجزأ من عملية موسم الاصطياف من حيث التنشيط وأيضا من حيث التأطير في عديد مجالات الثقافية والفنية التي تتلائم وطبيعة موسم الاصطياف، لأن هناك برنامج سنوي للقطاع، ولكن في موسم الصيف بحكم خصوصيات هذه الولاية المضيافة التي تستقبل ملايين السياح من داخل وخارج الوطن، فقطاع الثقافة يساهم على الأقل بتوفير الظروف المريحة لزوارها ومصطافيها ببرنامج ثقافي ترفيهي فني يشمل جميع فئات المجتمع من الأطفال حتى إلى جميع شرائح المجتمع الأخرى، وأيضا يكون مركزا على الطاقات الإبداعية المحلية مع التفتح على مجموعة من الأسماء والفنانين من خارج الولاية. وفي هذا الإطار قطاع الثقافة راه شرع في إنجاز وتجسيد هذا البرنامج عبر مختلف البلديات الساحلية دون نسيان البلديات الجبلية، على اعتبار أن جيجل ليست فقط كما يعرفها الأغالب على أنها مدينة ساحلية بحرية، بل هي مدينة سياحية جبلية بامتياز، فيها أنواع السياحة بمجملها من سياحة تاريخية أثرية على اعتبار كل الحضارات التي مرت
في البحر الأبيض المتوسط كان لها موطئ قدم هنا في جيجل، وبالتالي لها زخم ثقافي وفكري وفني منوع، سواء كان تراثا ماديا أو تراثا لا ماديا. بطبيعة الحال السيد عبد العزيز بوحبيلة، أعود إلى السيد زبير بوكعباش القائم على قطاع في الولاية، ممثل الإدارة في الولاية، ممثل وزارة السياحة. سيد زبير بوكعباش، أنتم تقفون في منتصف طرفي معادلة، إقبال كبير وتوقعات بإمكانية تجاوز عدد المصطفين وعدد السواح هذا العام، تجاوزهم ل 20 مليون زائر لولاية جيجل، وفي نفس الوقت الجهود التي بذلتموها فيما يخص إنشاء هياكل استقبال جديدة. لكن في الجزئين السابقين من هذا البلاتو تطرقنا إلى بعض المشاكل، من بينها عدم قدرة هذه الهياكل على استيعاب هذا العدد الضخم. كيف ترون الحل فيما يتصل بهذا الموضوع؟ أولا سؤال في شقين، سؤال تحضيرات. إذا ما نظرنا إلى التحضيرات، فالتحضيرات كانت بشكل جدي أولا من انطلاقا من 22 أكتوبر، أين تم عقد لقاء المجلس التنفيذي للولاية لتقييم نقائص موسم الاصطياد، حيث أحصت الولاية أو أحصى المجلس التنفيذي للولاية 25 نقطة سلبية طبعت موسم الاصطياد الماضي 2022. طبعا جاري العمل على تصحيح الوضع في 19 نقطة، لأن النقاط الأخرى ربما إلى إطار تنظيمي وإلى ميزانيات قطاعية ضخمة لرفع الانشغال، من بينها الطريق الوطني طبعا سطيف العلمة ولا سطيف العلمة جيجل اللي ممكن يحتاج إلى أموال ضخمة وإلى إطار تنظيمي آخر، ونقاط أخرى جاري الحل على جاري العمل على حلها. ثالثها انعقاد اللجنة الولائية لموسم الاصطياف وتنصيبها في 28 ديسمبر، ثم جت حملات التنظيف الكبرى للشواطئ وين تم رفع النفايات، ثم جت حملات النظافة المتتالية خلال شهر رمضان، ثم الإطار التنظيمي المنظم للشواطئ. ثالثه جهازين تم خلقهم في الولاية، هو جهاز الدعم. ما معنى جهاز الدعم؟ وهو جهاز مستحدث في هذه الولاية، أنه كل القطاعات، كل قطاعات ذات الصلة أو كل الهيئة التنفيذية وانخرطت في العمل لتحضير موسم الاصطياف، وإن كانت سنوات سابقة ينحصر العمل على الجماعات المحلية ومديرية السياحة. السنة هذه كل قطاعات مساهمة خلال جهاز الدعم، وكل قطاعات تساهم عبر مستثمريها أو عبر إدارتها أو عبر متعامليها في إعطاء الصورة اللائقة للشواطئ والمتاحات السياحية. خطة إنعاش ظرفية أضلت بدلالة وأعطت الإضافة الإيجابية هذه السنة عبر 35 شاطئ مسموحة للسباحة في حلة جديدة بإطار تنظيمي محكم. تم منع جميع التراخيص الاستثنائية إلا من خلال المزايدات، وهو إضافة كبيرة، ضفت الشروط نموذجي موحد عبر مختلف البلديات، إذن كلها ربما مشات في الإطار التنظيمي، بالإضافة إلى الهياكل الاستقبال، وكنت ذكرت هياكل الاستقبال. فعلا جيجل إذا ما نظرنا إلى الحظيرة الوطنية، الحظيرة الفندقية الحالية اللي هي 32 فندق بطاقة استيعاب 2578 سرير، لا تولب بالطلب خلال موسم الدروة، موسم الاصطياف. لكن إذا ما نظرنا إلى 9 أشهر من السنة، نلاحظ أنه أغلب المؤسسات الفندقية تعاني شغورا. إذا المعادلة في الطرفين. تم احنا هذا النقص، ربما التدفق السياحي، كنا نحكيو على أرقام بالملايين، التدفق السياحي عبر الشواطئ بالملايين، لكن إحصائيات رسمية للسواح ربما في حدود 1.5 مليون 2 ملايين، باش نكونوا في أرقامنا شوية مصداقية. أين يذهب هذا التدفق الكبير؟ جيجل المعروفة الآن بالسياحة العائلية، أغلب السياحة العائلية يروحوا عندنا ما يسمى بالإقامة لدى الساكن، وهي صيغة مشترك ما بين وزارة السياحة ووزارة الداخل عبر منشور وزاري تم إمضاءه سنة 2012، أين أحصينا كدراسة أولية مدير السياحة أكثر من 60,000 شقة راهي تؤجر خلال موسم الاصطياف. 60,000 شقة خواص، هي تابعة للخواص، والآن أصبح الخواص بشكلهم في شكل تعاونيات عقارية، في شكل وكالات السياحة والأصفار، في شكل تجمعات. بدات تعطي واحد الاضافه لاقامه السكن، يعني بدات في الاول قال وين الدار نخرج منها ونخليها كما راهي. الان الحمد لله، الان الدار لو كنشوفوا نماذج للاقامه لدى الساكن في الكثير من المنازل، هي يعني يشري حتى الادوات الجديده باش يستقبل بها السواح، وهي اضافه نوعيه وهو ما نبحث عنه. مثل ما نحطوا على المؤسسات الفندقيه انها تجدد الوسائل العمل تاعها، مثل ما نحدوا على اصحاب الكراء للشقق باش يستقبل المصطفين والسواح في احسن حله، ويجدد الادوات العمل، لانه انعكاسها مباشر على العائله وعلى الفرد في ولايه جيجل. طيب، بما اننا الحديث قادنا الى السياحه العائليه والتي تتميز بها ولايه جيجل،
بالإضافة إلى الموضوع الذي طرحه السيد زبير فيما يخص وسائل استقبال العائلات الجزائرية التي القادمة إلى ولاية جيجل، هل أعددتم برنامجا أو خطة معينة فيما يخص هذا المجال على مستوى مديرية الثقافة والفنون سيدة عبدالعزيز؟ لا شك أن جيجل مشهورة وتتميز باستقبال خاصة السياحة العائلية، ولكل منطقة خصائصها، وجيجل لها من الخصائص التي تجعلها تستقبل العائلة الجزائرية المحافظة بامتياز. كما قال زميلي أن الآن العائلة الجيجلية تفتحت في هذا المجال وأصبحت تستقبل العائلات في سكناتها الخاصة، طبعا بشروط وبمجموعة من التدابير التي تشرف عليها مديرية السياحة والأجهزة المحلية. وقطاع الثقافة في هذا المجال لا يتأخر، على اعتبار أن جيجل تأتي لها مجموعة من العائلات ومجموعة من السواح والزوار، هي في الحقيقة تستقبل كل الولايات وحتى من خارج الوطن، ولكن يغلب عليها الطابع العائلي. وعلى هذا فنحن سطرنا برنامجا ثقافيا فنيا يشمل كما قلت في السابق جميع شرائح المجتمع، ويأخذ بعين الاعتبار حاجيات واحتياجات ورغبات هذه العائلات. نعود نأكد، البرنامج تاع الموسم الصيفي في قطاع الثقافة والفنون هو برنامج خفيف ترفيهي يشمل جميع الأنشطة التي لها، ولكن هذا أيضا لا يمنع من أننا الجزائري بخلاف ما هو مشاع أنه لا يقرأ مثلا، بالعكس تجربة، وهذه قليل أعتقد أن جيجل وبعض الولايات تتميز بها، وهو ما يعرف بمكتبة الشاطئ، وهو استغلال المكتبة المتنقلة مع مجموعة من الجمعيات الفاعلة. العام الماضي كان هذا البرنامج برنامجا ناجحا بامتياز، واستقطب آلاف الأطفال سواء من داخل ولاية جيجل ومن ساكنتها وأيضا من ولايات أخرى، وكانت هناك جوائز تحفيزية وتشجيعية هامة وذات قيمة، وهذا ما ساهم وأضفى أيضا طابعا فكريا وثقافيا جديا على الموسم الصيفي. حقيقة هو موسم استجمام وراحة وترفيه، ولكن هذا لا يمنع أيضا أنه لما تتوفر كل هذه الشروط، بالضبط تتوفر هذه الشروط، تسمح للسائح والزائري والمستهلك للمنتوج السياحي المحلي الجيجلي أننا نجعله يتفتح على مجموعة من الفعاليات الأخرى، وبدليل أن العام الماضي جيجل كانت فريدة من نوعها على المستوى الوطني، المدن الساحلية والولايات الساحلية 14، أننا نظمنا 13 معرض كتاب، 8 هنا بعاصمة الولاية و5 بجارتها الشقيقة العوانة، وكان إقبالا كبيرا من طرف الزوار. سيد عبد العزيز بورحبيلة، الحديث ذو شجون عن قطاع السياحة في ولاية جيجل هذه المدينة المضيافة، في الختام كلمة حرة لكليكما فيما يتعلق بتصوراتكم المستقبلية. بصفتي يعني ممثل قطاع وزارة السياحة والصناعة التقليدية وكذا ممثلين السيد ولي الولاية المحترم، انه جيجل على اتم الاستعداد، يعني ما كانش حاجه كانت مدرقه وخبيناها على الزوار تاعنا والسواح، فمرحبا بهم في ولايه جيجل. جيجل ضبطت عقارب ساعتها على استقبال رائع ومتميز وسلس، حتى انسيابيه الطريق تم اخذها بعين الاعتبار لقضاء موسم امن، لانه عملنا هو الموظفين والاسره والجاليه باش يقضيو اسبوع ولا يقضوا اسبوعين او طيله موسم اصطياف امنين صباحا ومساء وليلا وفي كل الأوقات. فنحن على أتم الاستعداد، أرض جيجل ترحب بالجميع مثل ما رحبت بأرض حصة أرض السياحة بهذه الولاية. طبعا كل مؤسسات الفندقية على استعداد، أصحاب الشقق الفندقية على استعداد، المواطنين على استعداد، وقد ألفوا التدفق الكبير للمصطافين والسواح على حدة. الإدارة مجندة بكامل قطاعاتها لقضاء صيف آمن وسلس، والجزائر للجميع، تجعلنا جميعا. سيد عبد العزيز، طبعا جيجل المضيافة، جيجل التاريخ، جيجل الثقافة، جيجل السياحة، هي على استعداد لاستقبال جميع زوارها. أيضا نريد أن تكون سياحة منوعة، يكون منتوجا سياحيا وثقافيا يلبي رغبات واحتياجات أولا المواطن الجزائري، لأنه أحببنا أم كرهنا أن السياحة المحلية لها دور كبير في إنعاش السياحة الأجنبية. أيضا نحن على استعداد لاستقبال ضيوفنا، خاصة وأن هذا الموسم قد تم الإعداد إليه 10 أشهر من السابق تحت إشراف السيد الوالي وجميع الهيئات ذات الصلة. عملنا ليل نهار على أن نكون في أحسن الظروف وفي أحسن استقبال لجميع زوارنا.
مرة أخرى نشكر المؤسسة التلفزية الوطنية على مرافقتها لهذا القطاع ولهذا الموسم الصيفي الذي نرجو أن يكون ناجحا بامتياز. مرة أخرى مرحبا بضيوف جيجل ونحن على استعداد لاستقبالهم. السيد زبير بوكعباش مدير السياحة لولاية جيجل والسيد عبدالعزيز بوحبيلة مدير الثقافة والفنون لولاية جيجل، شكرا لكم على هذه التوضيحات. ونحن بدورنا عقارب ساعة تشير إلى ختام هذا العدد من أرض السياحة والذي استضفناكم من خلاله على أرض الكتاميين ولاية جيجل المضيافة. شكرا على حسن المتابعة مشاهدينا الكرام، إلى الأعداد القادمة بحول الله.